السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للموضوع الشائك المقلق وهو الديزاين باترنز، مكملين في البيهيفيرال ديزاين باترن. وزي ما اتفقنا ان البيهيفيرال ديزاين باترنز هي الكود اللي احنا بنكتبه عشان نحقق انتراكشن ما بين اكتر من اوبجكت. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الميمنتو ديزاين باترن، وعشان نفهم ايه هي المشكله اللي بيحاول يحلها الميمنتو ديزاين باترن، خلونا نفتكر حاجه كده كلنا تقريبا عارفينها، هي جراند ثيفت اوتو فايس سيتي او جي تي اي فايس سيتي او جاتا فايس سيتي او جاتا 4 جاتا 5 جاتا 20 جاتا 40. شوفوا احنا كان في ابداعات كتير جدا زمان واحنا صغيرين للمسمى بتاعت اللعبه دي. السيناريو اللي احنا بنتكلم عليه ان انت مثلا بيبقى معاك في اللعبه 50,000 دولار، سي ان انت معاك 50,000 دولار، وجيت عملت ميشن معينه وعملت الميشن دي بنجاح او عملت المهمه دي بنجاح، فبالتالي اخدت فلوس زياده على ال 50,000 اللي كانوا معاك او ايا كان الرقم اللي كان معاك. فالحقيقه ان انت لما بتخلص الميشن دي الستيت بتاعتك بتتغير كلاعب، يعني اللاعب بدل ما هو كان مش عامل المهمه دي بقى عامل المهمه دي، بدل ما كان معاه 50,000 بقى معاه مثلا 100,000، تمام؟ فالستيت بتتغير. فانت لو انت كنت قفلت الكمبيوتر بتاعك وقمت ونسيت ان انت تعمل عمليه سيف للستيت بتاعتك دي او للوضع اللي انت وصلت له ان انت بقى معاك فلوس اكتر وهكذا، ساعتها بيحصل مشكله كبيره، انت بتيجي تفتح اللعبه تاني ما بتلاقيش الحاجات اللي انت عملتها دي. فكنت بتضطر ان انت تروح للبيت بتاعك دوت او القصر او ايا كان المسمى، وتروح للعلامه اللي موجوده هناك دي وبتعمل عمليه سيف جيم. الحقيقه ان انت بتعمل تشيك بوينت، اللي هو بتعمل ايه؟ بتعمل اللي هو بتسيف الستيت بتاعتك كلاعب ان انت خلصت عدد مهمات معين، بقى معاك فلوس معينه، مش عارف عندك بيوت معينه، كل الكلام الخاص باللعبه يعني. فكل تشيك بوينت من تشيك بوينتس اللي بتبقى موجوده عندك في اللعبه، لما تيجي تلود كل تشيك بوينت بيبقى فيها الستيت بتاعتك في الوقت اللي انت عملت فيه السيف دوت. فلما بتيجي تلود بتلود الستيت بتاعتك عند التشيك بوينت دي. هو ده المشكله اللي احنا بنتكلم عليها، ان انت عايز تسيف الستيت بتاعتك او عايز يبقى عندك ستاك او عندك لسته، اللسته دي فيها اكتر من ستيت، بحيث ان انت تقدر ان انت ايه لو عايز تعمل اندو او عايز ترجع من الاول او عايز تعيد حاجه تقوم رايح للتشيك بوينت اللي انت عايزها وتكمل. خلونا هنا نشوف الكلام دوت بشويه دايجرامز كده عشان نفهم اكتر كبروجرامينج. احنا بقى عندنا في اوريجينيتور وفي الكلاينت وفي الكير تيكر وفي المومنتو. الاوريجينيتور دوت بالنسبه للمثال اللي احنا اتكلمنا عليه دوت اللي هو الجيم اللي انت فيها، يعني السيشن اللي انت فاتحها في اللعبه، الوضع الحالي للعبه والستيت بتاعتك دلوقتي معاك فلوس قد ايه ومعاك كذا قد ايه وهكذا، تمام. الكير تيكر دوت هو كده بيمثل لنا في الصور اللي فاتت دي الليسته اللي فيها ايه او الستاك اللي فيها ايه، اللي فيها الاكتر من سيف او اكتر من تشيك بوينت، بحيث ان انت لو عوزت ترجع لهم قدام او كده تقدر ان انت تعمل ده بان انت بتلود اللعبه وتختار الحاجه اللي انت عايز تبدا من عندها تاني. اللي بيحصل ان انت بتروح تعمل سيف، فالكير تيكر بيقول بيروح للاوريجينيتور او الجيم اللي انت فيها او السيشن اللي انت فيها دلوقتي، ويبدا ياخد الستيت بتاعتها او جزء من الستيت ايا كان بقى. يعني انت بتشوف انت عايز تاخد ايه، مثلا سيف اللعبه احنا قلنا ان احنا هنسيف الفلوس بتاعتك معاك قد ايه، معاك بيوت قد ايه، وصلت ان انت مخلص كام ميشن وهكذا، وبتكريت ميمنتو. ميمنتو دوت بيبقى موجود في الايه اللي هو ميمنتو ده بيمثل لنا التشيك بوينت بتاعتنا، بيتحط عندك في الكير تيكر. برضه نفس الكلام لو عملت كده تاني ومحطط في الستاك بتاعت الكير تيكر المومنتو التاني اللي هو التشيك بوينت التانيه اللي فيها ستيت تانيه، وهكذا في المومنتو التالت. طب لو انت عايز ترجع بقى تريفيرت او عايز تبدا من تشيك بوينت قبل كده، بتقوم رايح برضه انت فاتح الليسته زي ما شفنا في اللعبه، وان انت بتقول ايه بتطلب من الكير تيكر دوت ان هو يلود اللعبه من عند مومنتو فلاني اللي هو عند ستيت معينه، فتعمل ريفيرت وتلاقي الجيم بتاعتك تبدا من ايه، من الستيت اللي هي كانت موجوده عند التشيك بوينت اللي انت اخترتها او انت سيفتها. الكلاس دياجرام بتاعنا هو زي ما اتفقنا ان احنا عندنا فيه اوريجينيتور وفيه ميمنتو وفيه كير تيكر. كير تيكر دوت هو كل مهمته ان هو عنده لسته، اللسته دي او ستاك، عنده ستاك، الستاك ديت فيها مجموعه من الميمنتوز، تمام، بحيث ان انت بيبقى عندك اكتر من تشيك بوينت، بحيث انت لو عايز ايه تعمل اندو او تعمل رول باك تقدر ان انت تعمل دوت بسهوله. وفي الميمنتو اللي هو بيمثل لنا التشيك بوينت، التشيك بوينت دي بيبقى فيها ستيت معينه اللي هي نفس الستيت اللي انت عملت عندها التشيك بوينت بالنسبه للايه، بالنسبه للاوريجينيتور او الجيم بتاعتك. والكير تيكر في نفس الوقت برضه هو المسؤول عن عمليه ان انت ايه تعمل عمليه السيف او انت تعمل عمليه الريفرت، بتعملها من خلال الكير تيكر لان هو اللي عنده الستاك او هو اللي متابع الهيستوري بتاعتك او متابع الايه التشيك بوينتس اللي انت عملها. امتى بنستخدم الديزاين باترن دوت؟ هنا مكتوب يوز تو اكسترنالايز اوبجكت ستيت تو بروفايد رول باك فانكشناليتي. لو انت عايز ان انت تعمل عمليه الرول باك عندك في الابلكيشن او تعمل اندو عندك في الابلكيشن، فعشان تعمل دوت لازم تستخدم الديزاين باترن دوت، او دوت يعتبر افضل ديزاين باترن انت تيجي تستخدمه من ناحيه الديزاين باترنز، يعني بحيث انت تعمل اندو او رول باك فانكشناليتي. خلونا نشوف كود كده بيحاكي اللعبه اللي احنا لسه متكلمين عليها. بيبقى عندنا كلاس اسمه الجيم،
دوت اللي هو السيشن الحاليه بتاعتك او الجيم اللي انت فيها دلوقتي، والحقيقه بيبقى في بلاير نيم مثلا فيها وفي السكور بتاعك. في تو فانكشنز هنا، في السيف وفي ريفرت. السيف دوت بيعمل ايه؟ لما تيجي تعمل سيف بتعمل تشيك بوينت، والتشيك بوينت دي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها النيم بتاعك وبيبقى فيها السكور اللي انت عملت عنده التشيك بوينت. وفي ريفرت ان هو ان انت بتجيب ايه؟ بتجيب تشيك بوينت تانية وتاخد التشيك بوينت التانية ديت تقوم ايه حاططها الستيت بتاعتك دلوقتي. يعني تيجي تبدا اللعبه بتبدا من عند التشيك بوينت قبل كده، فبتاخد الستيت اللي موجوده في التشيك بوينت دي وتحطها عندك ايه في الجيم اللي انت بتلعبه حاليا. فتلاقي ان انت لو التشيك بوينت دي كان مثلا السكور بتاعك فيها 50، يبقى انت هتبدا من 50 دلوقتي. وفي الكلاس اللي هو بتاع التشيك بوينت، التشيك بوينت ده فيه حاجتين، بيبقى فيه بلاير نيم برضه وفي البلاير سكور. بيبقى فيه ان انت تقدر تجات النيم او تجات الايه، انا اسف هنا عملت جات فون عشان انا كنت بعمل اكزامبل تاني، بس هو المفروض جات بلاير سكور يعني. يبقى دي التشيك بوينت فيها ايه، ان انا اقدر التشيك بوينت عندها حاجتين، عندها بلاير نيم وعندها السكور، بحيث ان انا لما عاوز ارجع للتشيك بوينت ديت اسيت الستيت بتاعت الجيم بالستيت اللي ايه المكافاه اللي كانت موجوده عندها التشيك بوينت دي. وفي كير تيكر زي ما اتفقنا دوت، بيبقى فيه ستاك، الستاك دي فيها السيفز بتاعتك. بحاول احكي يعني الاكزامبل اللي احنا حكيناه من شويه. وفي فانكشن سيف زي ما احنا اتفقنا، سيف ده بيبوش في الستاك الايه، بيبوش في الستاك الجيم دوت سيف. فلو جينا هنا في الجيم دوت سيف نلاقي ان انا ببوش في الحقيقه في الاخر تشيك بوينت. ونفس الكلام في الريفرت، ان انا باخد ايه، بعمل بوب للتشيك بوينت ديت من الستاك بتاعتي واقوم حاططها عندي في الايه كاستيت للجيم بتاعتي، تمام. فبعمل جيم دوت ريفرت واعمل سيفز دوت بوب، فباخد من الستاك اخر حاجه او اخر سيف انا وصلت له. ممكن تبقى لسته، ممكن نشوف انت عايز تمشي الدنيا ازاي يعني. بس احنا هنا في الاغلب بنستخدم ستاك عشان الاندو، ولما تيجي تعمل كنترول زي كنترول زي كنترول زي بيقعد يعمل لك اخر حاجه، بعد كده اللي قبل الاخيره، بعد كده اللي قبل الاخيره، وهكذا. فلما بتعمل ريفرت بيقوم واخد التشيك بوينت ديت، يجيب منها بلاير نيم يحطه، واخد السكور بتاعك هنا، معلش برضو مش جات فوندي، جات سكور، يقوم حاططها ايه كبلاير سكور للجيم اللي انت فيها حاليا. نشوف المين هنا، انا عملت جيم، بدات جيم وعملت انيشلايز للكير تيكر بتاعي، بعد كده جيت عملت كير تيكر دوت سيف الجيم. انا في البدايه بادئ السكور بتاعي بزيرو، فبالتالي الجيم دلوقتي السكور اخر سيف موجود عندي ان الجيم انا ما عنديش سكور، السكور بتاعي بزيرو. ما كده عملت ميشن، فالسكور بتاعي بقى ب 50. والحقيقه ان انا نسيت اسيف، يبقى انا في اللحظه اللي انا فيها دي السكور بتاعي 50 بس انا ما عملتش سيف. فلما هاجي اريفرت او ابدا اللعبه تاني من الاول، اشوف اخر تشيك بوينت، هلاقي ان انا ايه السكور بتاعي زيرو، اللي انا ما سيفتش ال 50 اللي حصل دي. ودي المشكله اللي كانت بتواجهنا زمان واحنا بنلعب يعني، في المثال اللي اتكلمنا عليه. فبيفور اندو هتلاقي ان انت بقى معاك 50، انت حاليا معاك 50 وانت بتلعب اللعبه، بس قفلت وجيت فتحت اكنك عملت اندو او عملت ريفرت، بتبدا اللعبه تاني من الاول، فلقيت السكور بتاعك بزيرو اللي انت ما سيفتش ال 50. طب بروجرامينج سيناريو، الحقيقه الـ بتاع المشابه للباوربوينت اللي انا بستخدمه دوت، في اسمه لايبر اوفيس على لينكس او على اوبونتو، نفس الفكره. لو انت قاعد بتكتب اي حاجه وعايز تعمل فانكشناليتي الاندو، انا مثلا بكتب شويه جمل وعايز بعد ما اكتب الجمل دي اعمل كنترول زي، فلو انا ما عنديش الفانكشناليتي بتاعه الاندو او كنترول زي دي، هضطر ان انا لو خرجت من البرنامج وجيت ادخل تاني، او لو انا مش خرجت، لو انا كتبت حاجه ومسحت الحاجه دي بالغلط وعايز اعمل كنترول زي عشان ارجع التكست اللي انا كنت كاتبها. فنفس الفكره ميمنتو بيستخدم برضو في ان انت يبقى عندك فانكشناليتي اللي هي ليه الاندو. انا لما بعمل كنترول زي بيشوف الستيت بتاعه التكست اللي كانت موجوده قبل كده، وان كان بقى بالامبلمنتيشن بتاعته ماشيه ازاي، ويقوم جايب الستيت ديت ويرجعها لي تاني، فتلاقي التكست اللي انت مسحتها ترجع لك تاني بعد ما عملت كنترول زي. بالنسبه للبيت فولز او المشاكل الموجوده، لو انت بتعمل لارج كوبي، ده ممكن يبقى فيه مشكله. ده ممكن يعني يبقى اكسبنسيف. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لما تيجي تسيف الستيت او تعمل تشيك بوينت، بمعنى اللعبه ما يعني في مثال اللعبه كده عشان ما نخليش الامور معقده، ما تحاولش ان انت تعمل سيف لحاجات او الستيتس اكتر من انت محتاجها. يعني لو الستيت دي فيها مثلا سي الفلوس وفيها العربيات وفيها كل الحاجات اللي عندك في اللعبه، فاعمل الحاجات المهمه فقط، ما تعملش حاجات كتيره جدا، لان انت ساعتها كده الكلاس بتاعك ممكن يبقى اكسبنسيف. كل ما تيجي تعمل عمليه سيف انت قاعد بتعمل كلاس كبير جدا وفي انفورميشن كتير جدا وفي ستيت كتير جدا. برضه نفس الفكره، الهيستوري بتاعتك او الستاك بتاعتك، لو جينا بصينا على المثال بتاع جي تي 8، لان هي سايبه لك مثلا 10 خانات ان انت تسيف فيهم، مفيش اكتر من كده. انت لو سبتها فور انفينيتي، لو جه اللاعب كل شويه يعمل سيف سيف سيف، فانت قاعد بتكبر الفايل اللي فيه السيف او فيه الستيت بتاعت السيف دي. فلازم انت تبقى افيشنت بحيث ان انت ايه تحدد الكنترول زي. برضه انت لو قعدت تعمل تلاقي ات سام بوينت كده ممكن تقف منك، ما بيفضلش يخزن لك كل الستيت بتاعتك من ساعه ما دخلت على الباور بوينت وقفلته وفتحته وقفلته وفتحته. فلو قعدت تعمل كنترول زي كنترول زي كنترول زي مش هتلاقيه مسايف كل الستيت دي. ات سام بوينت بيبدا ان هو ايه بيبقى مسايف اخر 100 حاجه انت عاملها مثلا او كده. نفس الكلام، حاول ان انت تراعي الانكابسوليشن بحيث ان انت
ما تعملش اكسبوز للانفورميشن موجوده في كلاس غير للميمنتو. يعني انا دلوقتي بتيك الستيت بتاعه الاوريجينيتور بتاعي او الجيم بتاعتي عشان اقدر ان انا اعمل منها تشيك بوينت او اعمل منها ميمنتو. فما تحاولش ان انت تطلع الانفورميشن دي بره عن الميمنتو. يعني الكير تيكر ما يبقاش عارف الستيت اصلا. الكير تيكر كلاس بتاع كير تيكر مش بيأكسس الستيت، ما يعرفش الستيت بتاعه الميمنتو دي. الستيت دي حاجه موجوده جوه الميمنتو جوه الاوريجينيتور فقط. تمام، انا كده خلصت الديزاين باترن دوت. اتمنى ان هو يكون سهل او واضح، ولو في اي مشاكل ممكن تسالوني في الكومنتس وانا ان شاء الله ارد عليكم. ولو عجبتكم الحلقة او الفيديو اعملوا سبسكرايب واعملوا لايك، وشكرا لكم.